على الهاتف سيادة المستشار محمود حباس مستشار الرئيس الفلسطيني. مساء الخير سيادة المستشار. سيادة المستشار طيب هنرجع مرة أخرى لأن احنا بنتصل بيه طبعا في رام الله، فهنشوف الدكتور محمود حباش. خلينا أقرأ لكم شوية أخبار تانية كده سريعا. نيويورك تايمز على فكرة هي اللي كاتبه الموضوع المهم قوي بتاع العالم بيتغير وبسبب المواقع بتاعت انستجرام والفيسبوك والناس اللي بتنشره، لان انستجرام بدأوا يطلعوا عليه حاجات. طبعا انتوا عارفين ان مارك زوكربيرج، يعني زوكربيرج ايه كويس. طيب خلينا ناخد التليفون رجع مرة اخرى الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. دكتور محمود مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا بكم حياك الله. التطورات، ما الذي تتوقعه من القمة العربية يوم السبت في الرياض؟ في الواقع نحن لا اريد ان اتحدث عما اتوقع، انا قد يمكن ان اتحدث عما نريده. نتحدث عما نريده، تفضل يا فندم. نعم، ما نريد من القمة العربية هو ان تخرج بقرارات ذات طبيعة عملياتية قابلة للتطبيق وبإجراءات لتطبيق هذه القرارات. نحن سنقدم رؤيتنا التي تعتمد على تحديد إطار العمل الذي نرى أنه الأنسب والأكثر ضرورة في هذه المرحلة، والذي يقوم على أربع أولويات أساسية نتحرك في إطارها. تفضل. الأولوية الأولى هي وقف العدوان فورا، وهذا يتطلب من العرب بصراحة أن يكونوا أكثر جدية في التعامل مع صاحب القرار في وقت إطلاق النار، وهو الولايات المتحدة الأمريكية وليس إسرائيل. الولايات المتحدة هي التي تتحمل وزر استمرار هذا العدوان، هي صاحبة القرار، وهي التي بإمكانها وحدها أن توقف هذا العدوان. والرئيس أبو مازن عندما التقى بلينكين قبل أيام قال له في وجهه بشكل واضح ومباشر: أنتم وحدكم من تستطيعون أن تأمروا إسرائيل بوقف هذا العدوان. وبالتالي تحقيق هذه الأولوية يتطلب أن يكون هناك قرارات عربية ذات طبيعة عملية لممارسة ضغط حقيقي ومؤثر على القرار الأمريكي لإجباره على وقف إطلاق النار. الأولوية الثانية هي ضمان وصول كل الاحتياجات والإمدادات الإنسانية بشكل مستدام وكافي إلى قطاع غزة. قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية، هناك 1.5 مليون من الفلسطينيين نزحوا وأصبحوا بلا مأوى، وهناك كل قطاع غزة 2.3 مليون إنسان يعيشون تحت وطأة نقص الجوع، نقص الغذاء، نقص الماء، انعدام الكهرباء، انعدام الوقود، ونفاد الأدوية والعلاجات والمستلزمات الطبية. للعلم وللمقارنة فقط، في عام 48 إبان النكبة عدد الذين هجروا من بيوتهم من الفلسطينيين بلغ 950,000 في النكبة. اليوم عدد الذين هجروا من بيوتهم حتى اللحظة 1.5 مليون إنسان في قطاع. نريد من العالم، من العرب أولا ومن المسلمين، لأنه في قمة عربية وفي قمة إسلامية، ما صحيح. نريده من هذه نريده من هذه هو ضمان وصول إمدادات مستدامة وفورية وكافية لمواجهة آثار الكارثة الإنسانية التي تسبب بها هذا العدوان الهمج. الأولوية الثالثة الاستمرار في العمل لإفشال مخطط التهجير الذي تحاول دولة الاحتلال فرضه على الشعب الفلسطيني، وقد نجحنا في هذا حتى اللحظة بفضل صمود شعبنا وإصراره على البقاء، بسبب ثبات موقف القيادة الفلسطينية في رفض التهجير
وثبات الموقف العربي وبالذات الموقف المصري والأردني في رفض التعامل مع التهجير والرفض الكامل لهذه المؤامرة الإسرائيلية. وهذا أدى إلى تحول في الموقف الدولي، وأصبح الموقف الدولي حتى الأمريكي مساندا ومؤيدا ومتوافقا مع الموقف الفلسطيني والموقف العربي في رفض مخطط التهجير. نريد أن نستمر في هذا الإطار. الأولوية الرابعة هي فرض الحل السياسي، دفع الأمور، وهذا أيضا عنوان الولايات المتحدة الأمريكية، حل سياسي ينهي الاحتلال، لأن الاحتلال هو سبب كل المشاكل وسبب كل الصراع. ينهي الاحتلال ويضمن قيام دولة فلسطينية ويضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لأنه بدون ذلك سوف نستمر في الخروج من دوامة صراع إلى دوامة صراع أخرى، وسنستمر في دفع أثمان كان يمكن أن نتجنبها لو أن المجتمع الدولي كان مخلصا لمبادئه. لا يا فندم، دكتور محمود المجتمع الدولي مجتمع منافق. المجتمع الدولي مجتمع كشفنا عنه القناع، وهو مجتمع وقيادات قبيحة لا تستطيع أن تتخذ قرارا ضد إسرائيل. أنا آسف أن أنا بقول هذا الكلام. أنا أتفق معك في هذا، ولكن علينا أن نحن نعيش في إطار هذا المجتمع الدولي. نحن لسنا في كوكب معزول، وبالتالي علينا أن نتعامل مع الظروف الراهنة ومع الواقع الراهن. ليس هذا الواقع نحن الذين صنعناه، هذا الواقع موجود وآثاره نحن ندفع ثمنها للأسف الشديد. ما هو مطلوب منا كعرب، أنا أتكلم هنا عن الموقف العربي الجماعي وعن المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية. وإلا إذا لم يحدث ذلك، إذا لم يكن هناك قرارات ذات طبيعة عملية، أنا ما بدي من القمة العربية والقمة الإسلامية أن تعبر عن السخط وتعبر عن الغضب هذا موجود، هذا كل الشعوب، هذا دور الشعوب. أنا أريد من القادة ومن الدول إجراءات عملية تنفيذية، وهي قادرة على ذلك، وقادرة على أن تخاطب الولايات المتحدة الأمريكية باللغة التي تفهمها وباللغة التي تعرفها، وهي لغة المصالح. وبالتأكيد أنا مقتنع وأنت مقتنع والكل مقتنع ويعرف ذلك، أن العرب والمسلمين قادرين على مخاطبة أمريكا بنفس هذه اللغة، لغة المصالح فقط. دكتور محمود الهباش، مستشار رئيس فلسطيني، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.